حلب الصفا 27/1/2013. نعم تفضل. أنا أشكر جيش الحر على مساعدته إنه مساعدة العالم الأبرياء، مساعدة العالم اللي انضرت وانضربت بيوته وقتلت أطفاله. نحن بنريد يا بشار تعامل إسرائيل كما عاملتنا. عامل إسرائيل يا بشار. نحن جماعة آمنين، نحن جماعة بريئين. ولو قامت ثورة قامت ثورة، يعني كل العالم تقوم بثورة أمر عادي. بس ما هو هيك، تضرب المدنيين الأمنيين، لا ضل سكن إنا، لا ضل بيوت إنا، لا ضل معنا مصاري، محروقات غالية، خبز ما في. وبارك الله بالجيش الحر اللي عم يساعدنا أقصى مساعدة، وعم يبسل جهده بكل شيء، وعم يقدمه للمواطنين حسب استطاعته. طيب عمي الخلطة إلك هاي؟ هاي إلي. مين ساعدك؟ الجيش الحر ساعدني فيها، الله يكتر خيره. وشلناها، هذا بيتنا، عم ساعدنا الجيش الحر بدون أي مقابل، بدون أي مقابل. وخلانا نشيلها أخيو، لأنه إذا ضلت إيه وهو تشركت، تشركت وأطفالنا جاعوا وأولادنا جاعوا، هذا كله ضرر. حسبي الله ونعم الوكيل. وأشكركم كثير الشكر، وأشكر جيش الحر اللي ساعدنا وطالعنا أغراضنا.